شهدت محافظة الدقهلية افتتاح 9 معارض أهلا رمضان في مختلف مراكز ومدن المحافظة بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20% و30%. يأتي ذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمشاركة 24 من العارضين والشركات والتجار لتوفير جميع أنواع السلع الغذائية للمواطنين. توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية للمواطنين في ظل الأزمة الطاحنة اللي يمر بها العالم، قائمين النهاردة بافتتاح المعرض الرئيسي بمدينة المنصورة، وعندي 8 معارض في مراكز المنزلة، متغمر، السنبلاوين، أجا، شربين، وبلقاس، ودكرنس. كافة هذه المعارض بتعرض كافة السلع الغذائية بأسعار تتراوح التخفيضات من 10% ل30% من مثيلتها في السوق، مع الجودة العالية وبكميات وفيرة للمواطن.